السلام عليكم معكم حسان وعدنا في لعبة جديدة لعبة ستارس هند لعبة سرفايفل في الصحراء جديدة علينا في القناة نشوفها سوا ليتس جو يا عيال يقول لك الرجال اللي انا بلعب فيه كان يركض الماراثون الصحراوي ماراثون سباق لكن في اليوم الرابع جت عاصفة رملية وضيعنا الطريق وضعنا في <applause> الصحراء فالحين نشوف عاد هل نقدر نعيش بعد ما وضعنا في يعني غريبه يعني ابو قاعد تركض في الصحراء ولا تدل غبي انت يلا ما عليه هلا لا والله وش ذا يا حبيبي غوار في ملجا هنا في بيت يا حبيبي وش العسار هذا العطش الاكل درجه الحراره 38 38 لسه تحت 38 يعني لسه برد ليش ليش توجع اللاعب قال اه شوف الدم اللي ناقص بعد انا ابو خلينا نتخبى عن العاصفه هذه بس لا يجينا شيء ايوه اوه اوه هالظهر هذه بدايه الضيعه ضياع ضايعين وميتين عطش في الاخير انسدح اول ما لقى جاء حين عيالنا جونا في <applause> الفضاء ما نجا في الصحراء كيف كيف صح ان هنا فيه ناس يطقونا في ناس يطقوننا ويلعقوننا في الفضاء ما في لكن كيف؟ هلا والله هلا والله اوكي هذا البيت اللي تخبينا فيه كان في تشست هذا ولا وش ولا طاوله ذي طاوله ما في اي شيء برستاب توب انفنتوري هذا انا هذا الابيضاني قاعد يركض في الصحراء عشان كذا ضيع ذا جاي مسوي في امه انا الاجنبي اللي ايش بشارككم يا العرب في الصحراء كذا في الاخر ضيع الغبي طيب ما علينا هذه مويه معنى الظاهر يا ووتر بوتل ناقص نصها الظاهر ملابسنا الحمد لله لابسين بس الشورت حبيبي ما ينفع ما ينفع شورت يا ابو شباب والكرافتنج اقدر اسوي هذي لذر كوردج كوردج الظاهر جاب من الاشجار او من النباتي من النبات الظاهر واللذر من الحيوانات يعني نقتل أو هذا كوردج كوردج اقدر اسويه بالستم طيب نحتاج اسلحه في الغالب في البدايه كرود اكس اوكي الكوردج واضح انه شيء اساسي زين اساسي مره في <applause> اللعبه ستون لوجز اسلحه أو البو نحتاج والله سهل البو نسويه ان شاء الله انه سهل ستيك وكوردج اتوقع اول شيء نبغى نسويه الاكس والبو عشان ندافع عن نفسنا طيب بسم الله حصى في ثيرد بيرسون او شيء طفيت <applause> التوتوريال يا عيال ليتس جو هلا والله هل انت تعال تعال انت ايش تعطيني؟ هذه الاشجار الصغيره ما تعطينا شيء هذا حصى جيب جيب الحصى نبغى يوه هناك في شجره الظاهر هذيك الشجره هي اللي راح تعطينا المواد اوكي يا عيال يا عيال يا عيال الله يستر انا اخبر فيها كلاب يسطرون تسطير انا قد شفت لها لمحه اللعبه طبعا ما قد قلت... ما قد تابعتها عند احد لا لا تقولي ما اقدر اصفقها ببقسها بيديني اوكي صح هو من اول اصلا مو منطقي انك تبقس الشجره بس على الاقل عطني خشب شوي طيب اصبر اصبر يمكن اقدر اسوي لي سلاح بالحصات هذه اي أيوة والله الظاهر اقدر اسوي لي كرود نايف تعال تعال آه ميلي وابن اوكي هذا شيء اساسي نسوي الظاهر ايوه سويناه هذا او عندي اقدر الحين اجمع فيه حلو 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 تعال عطني نبغى اعشاب تكفى هذا الظاهر بيعطينا الحبل مو الحبل اللي نسوي فيه الحبل واعطانا ستكس واعطانا هذه ستيم حلو الستيم هي اللي نسوي فيها الاحبال الروب تعال ستيم هذا الروب. ايوه كوردج كرافت، اوكي نسوي اثنين ونحتاج او اقدر اسوي الحين البو حلو. حلو حلو نحتاج لوج وستون عشان نسوي الاسهم. او لا هذا هذا السبير. اقدر والله اسوي سهم سويت سهم. احتاج ستيك وكارت وكورتج يسمونهم زياده. تعال تعال تعال. هذه اقدر اخذها. لا ما اقدر في شجرة هناك بعيدة وو الصحراء ما في اي شجرة حولنا يا عيال تعال تعال نبي شجرة تكفى كذا نقعد نركض في الصحاري ما في اي مواد ما في الا شجرة كل ما كم متر لا يا حبيبي ما ينفع والله ذي ضار ما اقدر اطيحها بال لازم اكس في بحيرة هناك اه في بحيرة في احتمال بيكون في حيوانات تشرب مويه درجة حرارة 40 اوكي الظاهر متقبلها اللاعب العطش عندي ناقص شوي يعني باقي لي ثلث يمكن اوكي ان شاء الله نلقى مويه يقول لك حر طيب حر يقول لك طف المويه او دور لك ظلال وشوف بدي يعرق شوفون العرق واوك ما ادري واضح ولا لا على اليسار توجع كمل كمل بس خليك رجال انت رايح الماراثون مسوي في أمها رجال تحمل اجل انك تاكل في بيتكم تحت مكيف ماراثون ابلع اصبر اصبر حفظ على ستامينة لا تركض بس مش عادي لان احتمال تجي غدرة في هناك في جمل في جمل يا عيال وهذا عشانا اوكي ان شاء الله القى نبتات اقدر اكسرها بهذه تغطس تغطس اقدر اشرب مويه اوه والله اوكي تغطس تغطس يا عمري تغطس ايوه اسبح ايوه برد على عمرك يا عمري برد 37 انزلي 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 36 اخر شيء اوكي 35 بعد وصلت هذه ايش ما تعطيني شيء هذه اكس كلها اكس يا عيال انا شكلي استعجلت ومسويت سويت لا 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 في هذيك الشجره هناك ها هذه 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 يمديني لا تستهبلين انت طيب ايوه هلا والله يوكا يوكا هذه كانت ستراند ديب كانت تعطينا الفايبر الظاهر خلنا نسوي الاكس تولز عطني الاكس احتاج كورتج مدري ايش هذا كورتج يا ابوي تقعد انت حران طول الوقت خلاص خليك في المويه لا تطلع منها بزر اغرق اوكي وعطني كرافت لهذا والله بيختنق الديبان ما عليه يختنق عليه ولا يموت بضربة شمس ها آه جهزتها حلو وش ده؟ صدته هلا هلا والله عطني عطني لحمه انا عندي كم سهم خمس اسهم سويت بس تعطيني لحم ما اقدر اسلخك تكفى خليني اسلخك ايش بسوي بجلده يعني بسوي لي بنطلون مثلا والله البحيره هذه تنفع تنفع بيت تمر ديتس اه يا لب العرب لب العرب الله اكبر فرونت مش يعطيني فرونت <applause> اوه هذه ضرسه فيها سرير بيت تخيل بلد لا عندك شيء محتر وجع طيب اسمع 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 يا عيال ابغى اجمع هذا زياده وينه لا مو انت 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 تعال عطني عطني حبال زياده هل الاكس يتكسر مو طالع لي انه يدمج الزبده ما علينا ابغى اسوي اسهم حاليا لازم أدفع عن نفسي في الليل اللي يجيني احد يسطرني ما تسوى علي صوت الضفدع حسب صوت بطني تعال يا ورع صدتك تكفى قل اني صدتك اوه اللي والله صدته هلا والله <applause> حران حران اللاعب شوف 45 يوم يقول اه اه ورع طيب بسم الله الحين جمعنا والله اشياء حلوه زين اقدر اسوي تورش ظهر لازم نسوي كام فاير اول شيء احتاج حجر زياده آه بعدين سوينا شلتر ننام فيه نحتاج كورتج مدري ايش اقدر اسوي شلتر ايزي تعال عطني هذه المنطقة والله حلوة ببدا فيها زين يا يبو... انت قاعد في الموية ولسه تقول حران تستهبل نحتاج حجر زيادة آه هل اقدر اكسر الحصى ليش ما يركض اللاعب ثقيل ولا حران نظار حران طب تعال تعال غطس غطس وجهك غطس وجهك نظار القاعدة في الموية لحالها ما تكفي ايوه خليك داخل هنا نقعد كذا المتعة يا يعني... عيال ما غير نتسبح ان شاء الله انه فيه انها في هذا يسمونه تالنت ولا شيء نتعلمها وخلاص يصير ما عاد يتعب يتحمل الحراره والله لسه ما اقدر اركض اوه هذه حصى تعطينا حصى هذه نحتاج بيك اكس اوه اقدر اسوي بيك اكس حلو 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 تالنت انقلع ورا شوي وانت انقلع ورا سوينا البيك اكس لسه ما سوينا الحين بنسويه قسم بالله يا عيال هذا ورع ما غير يتعب بسم الله تعطيني يا حلو كم حصاه حلو 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 نوت باد يا ابوي انت تقعد كل شيء تحت المويه طيب خلينا تحت المويه الحين وخلنا نصنع طيب نبي نسوي سرير اول شيء اتوقع هو اللي راح يعطينا السيف ايوه سيف ذا جيم ننام في الليل ونسيف نحتاج كوردج ااا أه... عطني الحليوه ذا عندي اثنين بس والله ما ادري كم عندي صدق عندي اثنين كونسوم راح يعطيني 12 الى 15 هنجر هذه ما ادري كثيره ولا لا شوفوا الحين تقريبا بقينا ثلث خلنا ناكل حبه ثانيه والله ما عليه تزود لنا دايما ناكل جتنا كذا ببلاش حلو حلو ما عليها تعال زين سوري ذا هو هذا ابغاه هذا يعطيني زي كريم ضد الشمس واقي شمس الزبده احتاجه دام عندي ذا الدلوع والله احتاجه انت كم بقي لك؟ بقي لك واحد كورد كاردج من يسمونك؟ اه ضار ما اركض عشان مثقل يا عيال شوفوا من الشغل يتعب يحتر مرة مع الشغل يعني هذه ما أقدر أسويها إلا بذا يا أخي لأن الأشجار ما تعطيني حبال تعطيني بس تمر أنت سبلت أوه أقدر أقصها إلى a جرين ليف كان can be cut into أقدر أخليها stems شلون شلون خليها ستمز اصبر ظهر اقدر احولها الى حبل هذول تعال 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 اوه طاقيه هلا والله والله كويسه دي طيب اصبر 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 هذه آه اقدر اخليها ستم بس شلون اخليها ستم هل ارميها في الارض بعدين اكسرها تعال آه انقلع في الارض كت حلو 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 حبل لا اخيرا شلت همه والله يا شيخ الحين سوينا احلى سرير يا عيال واحلى طاقيه قش تعال تعال الطاقيه اول شيء عشان الحر أو شيء لا عطني الحبال خلنا نسوي حبل بالعافيه يا قلبي بالعافيه ها سويت لي اياها الظاهر سوالي اياها الظاهر سوالي اياها تعال سته صار عندنا طيب عطني شو نسوي اول شيء اول شيء خلينا نضمن السرير طيب تعال عطني شلتر احتاج فونت هذا فونت المفروض الحين اقدر اسوي السرير بليسبل عطني توريت هذا وشو؟ اوه هذا لو بنيناه بصير نقدر نشوفها من بعيد صرنا نعرف المكان فهمتوا؟ والله والله كويس او ماركر ماركر اسهل الظاهر ستيك وخلاص أه اول شيء عطنا شلتر تكفى انفنتوريز فل يعني ما ادري ايش اقول لك صراحه بس طيب امسك ذي لا لا تنثرها كذا يمين يسار ورع انت ورع حلو اللوجز اقدر اكسرها لستكس بعد حلوين اغطس كذا اغطس من جهه لجهه عشان تبرد شوف 27 ما ادري كم يلا عطني الحين احتاج فاونديشن كذا ولا محتاج؟ والله في ملابس وحركات اوه هذه احتاج احتاج لذر نذبح الجمل يا عيال ونرجع طيب الحين عطني اول شيء ماركر لا اول شيء عطني سرير سرير يا الله تستهبل شنطه فل خليك هنا اوكي <applause> آه نقدر ننام بس لسه بدري الظاهر في خريطة عندي هنا اللي عشنا فيه في البداية أو إيه هنا الظاهر عشنا فيه طيب نبي نحط الحين ماركر عشان أعرف مكاني هلا والله هلا والله حط حط الماركر ورا البيت هنا الحين أقدر أشوفه في الخريطة هذا هو الماركر أوه تونا هنا هنا واو أوه. اوه اتجاه السهام شوف جاي كذا يسار أوكي معناتها يسار راح يوديني للبيت هذاك تعال تعال كذا شوي يسار الحين المفروض ياشر عليه يب ياشر عليه تقريبا طيب حلو طيب عطنا نار شوف البرد الجو صار بارد نحتاج ستون وستيك ايزي ايزي, إيزي. لا عاد نسبح الحين لنتجمد يا عيال والله يمكن اتجمد واطفي المويه خلاص كنسل مويه اعطني بس ستيك تكفى لا يكون الستيك بعد اقدر اكسرها لا ما اقدر اكسر خلاص طيب عطنا آه ستورج بوكس ممكن ما نحتاج الحين نحتاج ستم مره كثير نبغى طعم السلامة هذا اهم شيء المطاره دي ما لها فايده دام قاعد هنا يصح صح المطاره خلينا نعبيها اقدر اعبيها ريفل يا حبيبي حلو يا اخي سرفايفل هنا بحت كيف الاكل معي والله الاكل ناقص عندي التمر اقدر اكله بس ما ابغى ليه لان عندي لحمه الضفدع نشويها وتكون فريش ناكلها اما التمر ناكلها بعدين عادي وظهر ما تخرب اما الضفدع يمكن يخرب ما اعرف احتياطا ابى حق الضفدع اول حلو هذه النار اوبن نحط فود وود اوكي نحط خشب واكل فوق هنا الاكل وخشب نحط لوج ينفع عاد ممكن لا عاد حلو الحين المفروض قاعد يطبخ يب حلو طيب شوف درجه حراره كيف انخفضت انخفضت مره بعد طيب نحتاج آه مدي هذا ما اتوقع راح اخليه البيس حقي لانه بعيد عن الخريطه فتحت هنا مره ممكن في الغالب راح نعيش في الوسط هناك لكن حاليا لازم اول شيء نظبط لنا الاشياء الاساسيه وش اقدر اصلح لذر احتاج لذر مره كثير كلوث كيف الكلوث؟ اسوي الكلوث اسويه بالرو همب ها هذا شلون اجيبه ذا لدر <متدل> كانتين هذا حق الموية اقدر اصلحه اتوقع عندي اتوقع عندي البطاره تكفي حاليا ولا الا لو بحتاج ثنتين هذه متى بسويها بسويها لما اسوي الشنطه ان شاء الله اذا سويت الشنطه راح ابني هذيك اوه في باك باك في شنطه بعد وساتشل وشنطة، الساتشل الظاهر اشياء البسيطة اما الباك باك اشياء ثقيلة، افتح شنطة، واحدة فوق وواحدة تحت الظاهر، واحدة اللي فوق وواحدة اللي تحت يمكن، ما ادري. على العموم نحتاج نطلع الصباح نصيد لنا جمل ولا شيء عشان كذا خنسوي لنا اسهم حطنا نسوي ظاهر عشرة تقريبا اوكي وخلنا وصار على طبخنا لا يكون يحترق اوه كويس ما يحترق يروح يمين كيف الجوع عندي والله جوعان خنشوف كم ي... والله يزيد ثلاثين الى 35 في بركه الضفدع والله الله يعافيه شلون انام هي خلنا يلا بسم الله او اضغط حرف الار اسوي سيف حتى لو ما نمت كويس يعني اقدر اسيف حتى في النهار اصبحنا واصبح الملك لله جيم سيفد انت الحين تشتغل ممكن توقف لو سمحت احرق الحرق زياده اتوقع الفهم بستخدمه بعدين انا شايف جمل هناك تدري المصيبه؟ المصيبه اني ما اقدر اشوف نفسي في الخريطه فا الا لو سويت ماركر عشان اعرف وين اتجاهي يعني لو رحت في حاجه حصل هناك بيشوفها يعني لو رحت فوق هنا مثلا ابني ماركر الين اعرف وين مشر الماركر اذا كان مشر تحت اروح اركض تحت زين فهمت الفكره هذا طريقته ممكن اني اعرف وين مكاني اني ابني هذا الحليوه حتى لو كنت بعيد عن البيت محتاج حبل ايش في اصبع؟ ايش في اصبعي؟ ليش اصبعي فيه, أصبع فيه دم؟ نحاش الله يقرع الكلب بسم الله ما الله يقرع <applause> ما ولا وحده؟ عطشان؟ اشرب يا ابوي تستهبل؟ من راح؟ والله يفك سبرنت! يبي لي كلاب أجر عشان تهاجمني ما تنحاش. الله ياخذك يا حمار. أنا غبي بعد، ليش ما أقرب؟ هذا أوقف، خلني أقرب شوي. أبجلس وبقرب زين؟ الله يقرع الراس! واذا الاسهم الخايسه اللي بلي. انا اسم... والله انه والله انه ما انحاش قسم <applause> بالله انك عسل ما ودي اذبحك خلاص صير اصدقاء تعال خلينا نصير اصدقاء ايش رايك؟ تعال <applause> خلينا نصير اصدقاء سقعته سقعته واحده سقعته واحده والله اسمع اسمع انا عرفت الحل الحل خليها تمطر عليه اسهم والله برشه رش بالاسهم صقعته واحده الظاهر تكفى يا اخي بضيع بيتنا وانت قاعد تتمخطر علي ارحم لي والديك ابي اكل خلينا نقرب خلينا نقرب والله في واحده صقعه فيه شوفونها اخرب بيسك الله يقلعك الله يقلعك شوف اذا قربت وانا جالس هذا درس للمستقبل اوكي بنضيع الضحيه واحده بس عشان اعرف المستقبل لو قربت والله ما ينحاش نحاش الكلب خربيس عليه طمرة وش ذا الطمرة يا الكلب أعطاك طمرة اللي تخسى تجيبني الكلب في هناك بعد حيوان أخيرا ما بغيت يا كلب وجع سنة سنة عشان تموت أسطرك وش ذا لذار جلد يو والله جلد تعال 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 كل 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 التمر ما عدنا خلاص عطني عطني الحمى حقته شكرا، هذاك وشو جمل؟ هذاك ضبع الظاهر الضبع الظاهر هو اللي بيسطرني صح الضبع ذا بس بس. بس 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 تعال تعال ترك زي القطاوة تعال توني حاط كم قطف في الملجأ عندي تعال ابلع يا كلب هيت شوت قسم بالله في راسه أخيرا مات جردته والله ايش جابك في حارتي يا الكلب؟ ما أقدر آخذه؟ إلا والله أقدر تعال <applause> تعال 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 والله أخذنا لحمته يا لحمتهم نفس لحمة الضفدع بالضبط نفس الحجم يعني يلا الحين شو أعرف ويني؟ ما أدري فأتوقع أنه قدام هناك والله خلاني أمتر واجد الغزال بس ده؟ جبنا أكل يا عيال جبنا لقمة العيش ابو الفلة والله صوت غزال وضبع قراب القوه وجبنا جلد اقدر اسوي ملابس بس يا اخي والله حر ما ادري ينفع البس ملابس ولا لا خطه كانت لو ضيعت زيته تو وش اسوي؟ انا قاعد اموت حر وقاعد اسولف معكم اجي اسوي هذا بس ما عندي ما عندي حبال كان سويتها عشان يوجه لي على الاتجاه عشان اتاكد اتجاهي صح ولا لا اذا شفت موجه تحت تحت, تحت الخريطه معناته طريقه صح اللي هي مكان المخيم حقنا عندي 15 سهم ما خسرنا ولا سهم حلو بس نحتاج موية <applause> الظاهر بس بصنع هذي يب الظاهر هذه نصنعها لازم يمكنها تجيب لي موية اكثر من المطارة اللي معي مو هذي مو هذي وخر انت قاعد يتوجع اللاعب هذي قصدي انا في في <applause> غزالة تشوفونه يمشي غزالين بعد قايل لكم منطقتي انا ظاهر خاص بقعد هنا شو نكمل اللعبة نقعد هنا وبس بسم الله اشرب 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 الغزال ما يدري اننا هنا غزال ما يدري دي <applause> الكلب في في هذا في هذا بسم الله هوهو والله صيد اليوم والله قوة صيد يا عيال النخل ان شاء الله انه ما يخلص انه يطلع يعني كل شوي لانه في الغالب هو اللي راح يعطينا يعني الحبل وزي كذا اللي يحتاجه اي حيوان يبغى يشرب مويه لازم نذوق طعم السهم قبل تجي فيه ما تجي فيه عاد انا بحاول آه الله معلش هذه بركتي والله ابن امه يقرب طيب الحين اقدر اسوي حبل يعني اقدر اسوي كم والله ما اقدر اسوي الا شوي والله متعب موضوع الحبل اسوي اربعه بس وجع 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 وش ذا بس تعال تعال اعطني اعطني هذول خلينا نكسرهم تطلع برا يكفي سباحه اليوم في احد بيشرب مويه اوكي حولناها كلها حتى ما اقدر اشيلها من كثرها طيب بس يا بثر الظاهر احسن وقت نشتغل في الليل وانا راح انام في الليل المفروض ما انام في الليل طيب نسوي <applause> طمر السلامة نبغى هذه وهذه أول شيء هذه ساتشل الظاهر راح تضبط لي اللي تحت كرافت نبي هذه هذه ايش تحتاج لذر اوف اصبر اصبر والله هذه شفطت لي شفطت لي ابو الجلد وش احسن ساتشل اسف اسف نسيت نسيتك كغرق والله ما ادري باخذ شنطه شكلي باخذ شنطه شنطه ضار اهم خصوصا انها تحتاج ستة لذر ظهر النهم تعال يا حليوه ممكن تطبخ لنا كذا شيء عندنا هنا الحمه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله اعطني ستكس اوه والله كبرت لنا أول المساحه وهنا وشو هنا وشو هنا هل الساتش اللي احطها تحت هنا شوف باقي الحين بس الراس البس له الراس وش يحتاج هذه احتاج حبل ايزي ايزي حبل اقدر اسويه تعال أعطني تولز والله صار عندنا تسعه فحم اتوقع الفحم بنحتاجه في الغالب بنحتاجه في المستقبل نبغى نتاكد الاكل يخرب انت تخرب يا حلو والله ما يخرب شكله مو طالع لي تايمر ولا شيء طقيه سويناها هلا والله قبعة القش حلو الحين على كذا الاكل تمام بس نحتاج آه ليذر زياده جلود نسوي لنا دروع نسوي لنا اشياء كذا حلوه ملابس الظاهر شوفوا هذا كم ديفنس خمسه وسن بروتكشن وكول بروتكشن خمسه خمسه والله يعطيني خمسه في كل شيء طيب الملابس العاديه والله بروتكشن فروم سن هذا كله حمايه من السن هذه سن وساند وين تراب وذا وذا نحتاج كلوث نبغى هذا الشيء اللي ما ادري شلون اجيبه رو همب زبد الغزال اللي شفناه تو راح يسار هناك خلينا نشوف موجود للحين ولا لا لاني بصراحه احتاج جلد اختفى الكلب شغل النار والله الستكس خلصت بسرعه والله تعال <applause> تعال انا سوني طيح شجره ايش كبرها اعطني اياها تعال نبي خشب يا حلو شوف يقول لي قعد لك 40 ثانيه شغال اوكي اها اقدر اكل اللحم اني اه نبدأ ذا يعني ممكن يمرضني اوكي تدري خلينا نسوي ستورج شو نحتاج ستم وستيك اي زي اوه هلا والله عطني عطني حبه استرج تكفى ايوه حلوين حلوين سبير <مهار> نحتاج لوج عشان نسوي سبير <مهار> سيخه اتوقع سبير اوكي قوي لكن مشكلتها بيثقل علي الظهر وش هذا دراير 100 دراير الظاهر نحتاج عالشي يفتحلي يفتح ودن بد وش فرقك يا طول عمر وش فرقك عنده عشان انام احسن يا ابوي توكل على الله شو يفرق معي انا دمي فل الحمد لله يمكن في لفلات شي والله ما ادري <applause> طب تعال عطنا هذا الحليوه حطه جنب البيت حط فيه الحبل ايوه كذا اه من اول أقدر... رايت كليك اقدر حلو حط هذه الاشياء اللي ما نبيها الخشب هذا اقدر احطه فيه اللوج يو يا ريت لو اقدر احطه فيه يا عيني اقدر احط فيه اللوجز حتى تعال خلي معنا الاسهم وهذا الشيء السلاح الخايس مويه اكلنا والبو والاسلحه معنا كلها. يعني ان شاء الله امورنا في السليم. آه يبغالي استكشف اكثر اروح الوسط خصوصا يمكن نلقى الفواكه وكذا. هذا وش ذا؟ اه اوه, أوه. اقدر احط شعارات. تعال تعال انت خليك هنا. كان احط شعار كذا اوكي. خلاص حطيناها هنا الحين ما احتاج هذه. حلو الحين خلاص مكاننا هنا نايس والله اصير لو بغيت ابني عندي الستكس وعندي الحبل اقدر ابني العلامه لو بغيت يوم من الايام ضايع ولا شيء ابنيها وانت متى تنام؟ يو اقدر انام آه الحين يلا خلنا نسيف يا عيال ونقول تصبحون على خير سلام